الو رشيد محمد السلام عليكم أستاذ، بس الفصل الرابع السؤال الأول بالمسائل. أي أستاذ، بس بالتمهيدي، بس بالتمهيدي جاني من السؤال السادس باء السادس. أي
ماذا تعني كلمة water falls وما مكوناتها؟ اي شكرا يا استاذ. السلام عليكم. سؤال عندي سؤال صفحة 78. صفحة 78 سؤال ثالث. نعم سؤال ثالث.
اي وصفحة 110 سؤال. سؤال. نعم سؤال صف اسمه الفصل السابع. كل الصف. نعم صح. اوكي. لا شكرا.
ألو، السلام عليكم. السلام
تثبت قصة الخطة الأولية المختلفة، يجب أن تكون قدرة الوحدات كلها والملاحظة مهمة. ما إذا تساعد الطالب يجب أن تكون القدرة الجغرافية لوحدات كلها، ويجب أن تكون الجمع بوحدات تامة. يعني إذا وجدت غير وحدات لا تتحول. حتى في موضوع لجنة السؤال إحنا ضبطنا المعطيات. الجمع عندك وحدات دقيقة وتتحول إلى تامة. أقسم الدقائق على 60 في الساعة مو 60 ساعة. صفر من الصفر في 3 على 3 في 1 في 6 على 3 في 1 تحولت الزمن إلى ساعة. وبالنسبة للقدرة الصفر الجمع الوارد الثالث ألف واحد يعني إذا أنت الوارد فلذلك مع أقسم القدرة على ألف أقسم القدرة على ألف لأن الخير واحد يساوي ألف واحد لذلك قسمت على ألف فقامت على ألف وأطلع عندي واحد واحد خير واحد والقدرة الجمع الواحد تحولنا الزمن إلى الساعة تحولنا القدرة إلى خير واحد حتى راح أقدر أضبط التحليل باستمرار في الجمع الواحد ما هو المبدأ الواحد الدفعة طبعا إذا بقى المبدأ الواحد الدفعة في منطقة الخطة ونفس الصلاحية نفس القيمة وقت الجمع التركيز من نفس الكفة فالكرة تساوي القدرة في الساعة في ساعة الوحدة الواحدة في مونة إبراهيم الكرة تساوي القدرة موجودة أولا بعد ما حاولنا مجسما فقط واحد كيلوغرام في فقط واحد كيلوغرام الزمن أيضا بعد ما حولته صار أي ساعة 1/2 ساعة في يوم إبراهيم موجودة عندنا 100 دينار في كل واحد بالساعة في كل واحد في واحد واحد في يعني 100 على 2 هذه 100 نقسمها على 2 هذه 100 واحد ولا 100 تكفي على الدور صار الضغط في حول الدور تكفي يساوي هي كلفة الطاقة الكهربائية الواحدة المستهلكة. أعزائي الطلبة، فاصل قصير وبعدين أعطيكم نشرة موضوعية.